صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر الآن تشطير الحواجب بين النساء، بحيث تكون الحواجب بلون الجلد، فبعضهن يشطرن من أعلى الحاجب وأسفله حتى يكون الحاجب خطا يسيرا، والبعض الآخر منهن يشطرن جميع الحاجب وترسم من جديد حاجبا آخر غير حاجبها الطبيعي، فما حكم ذلك؟ كل هذا من تغيير خلق الله، وملعونة من فعلته. لعن صلى الله عليه وسلم النامصة ولا المتنمصة والمتفلجة للحسن والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله. هذا من تغيير الحواجب، ولا يجوز، وتحق عليه اللعنة. نعم.